انتظروا، هل تمانع إن قمت باستبدال اللاعبين؟ لا مانع لدي. أرجوك لا تدع فريقنا يفوز. لم أتوقع حدوث هذا، لكنني لن أسمح بتكراره. سأعتمد على لاعبي الدرجة الأولى من الآن. سوف يسحقونهم بلا شك. كنا نلعب مع لاعبين من الدرجة الثانية؟ هل كان لاعب الدرجة الثانية بهذه المهارة؟ هؤلاء لاعبو الدرجة الأولى؟ المعركة الحاسمة. هذه سخرية، أكنا نواجه لاعبي الاحتياط؟ ذلك لأن لاعبي الاحتياط في فريق إعدادية الصقور أفضل من أي لاعب في الفرقاء الأخرى. نعد خسارته أمام لاعب مبتدئ عارا كبيرا علينا. هيا ابعدوه من هنا. أنا آسف، لقد فاجأني بهجومه. أعطني فرصة أخرى أرجوك. فرصة أخرى؟ كيف تجرؤ على طلب ذلك بعد أن خذلت الفريق؟ لن نسامحك. أنتم خذوا حذركم، سنريكم من لاعبو الدرجة الأولى في فريق الصقور. كفاك تبجحاً، لم أعد أستطيع سماع هذا الكلام الفارغ أكثر. ما الذي تقوله؟ أتظن أنك أقوى من جميع أعضاء فريقنا؟ أنت مخطئ تماماً، لعبنا من البداية بلاعبي الاحتياط لدينا. سنريكم لاعبي الدرجة الأولى في مدرسة المتفوقين. أنا لاعب احتياط أيها المتعجرف الغر الصغير. توقف عن الصراخ، فقد ثقبت طبل أذني. علينا أن نحفظ ماء وجهنا، ثم إن البيانات تقول إنك لاعب احتياط. ما الذي قلته يا هذا؟ شجع إذن أيها الاحتياطي. أنا من سيشجع الفريق بلا شك، ولست أنت. انتظرونا يا فريق الصقور، سنقضي عليكم هكذا ونمزقكم هكذا وننتقم هكذا هكذا هكذا. آه، إنهما مصيبتا الفريق. يتعلق مستقبل فريق مدرسة المتفوقين بالمباريات الثلاث النهائية. سنخوض ثلاث مباريات، الفريق الذي سيربح في اثنتين من ثلاث سيكون الفائز. حسناً، إذن لنبدأ. واحد، اثنان، انطلاق. هيا هاجموا بسرعة يا تامر. كلاهما في وضع الدفاع، يحاول أحدهما معرفة الآخر. يعرف أحدهم الآخر، يماطل المخفقون دوما كي لا يظهروا ضعفهم. إلزم الصمت. جيد، انتهيت من تحليلي. هل أنهيت تحليلك؟ دعنا نبدأ اللعب. إنه يقوم بمهاجمته. القرد الحديدي، اللكمة المعدنية. حسناً، لقد حان دوري. ما هذا؟ ضربة الوحش المتسارعة. فهمت خطتك، القرد الحديدي الهجوم المضاد. ضربة جيدة، يشن هجومه المضاد، طريقة مذهلة. ها؟ ولكنني لا أريده أن يفوز. حان وقته، أجنحة الصقر، الضربة المندفعة. القرد الحديدي، ضربة الوحش المتسارعة. ولكن هذه مهارة تخصني. لا تفاجأ، أستطيع تقليد أي مهارة تنفذها بسهولة. القرد الحديدي، الضربة القاذفة. رائع! هذا رائع! بلبلي،
أجنحة الصقر. استطاع هزيمته بضربة واحدة لا أكثر. هذا ليس غريباً، إنهم متميزون. كنت متعجرفاً، تستحق ذلك. أحسنتم، تابعوا يا فريق الصقور. نعم، القرد الحديدي كأنه قرد يقلده تماماً. إنه يستطيع توقع مهارة خصمه وتقليدها. تظاهرت أنني فوجئت بقدراتك حتى صدقت هذا. أنت إما جاهل أو ساذج. إلى أين أنت ذاهب؟ لم تنتهي المباراة. خسرت أمامهم، لم يبقى لديكم سبب للمتابعة. ربما هناك احتمال ضعيف جدا للفوز، وربما ليس هناك فرصة. كلام مؤسف، على الخاسر التزام الصمت. ماذا تقول؟ إذا جرب ذلك، لن تصمد دقيقة واحدة. هاي أيها الصقور، دمروا هذا الفتى ولا تتهاونوا في هذا. أسمعتموني جيدا؟ لقد عاد دامر إلى طبيعته مثل الرؤى. أمر رائع الوقوف بعضنا بجانب بعض في وقت الخسارة. مرحبا أعزائي المشاهدين، أنا أمام أعدادية الصقور. إنها المدرسة الأولى في لعبة البلابل كما تعلمون. ستبدأ المنافسة الوطنية بعد أسبوعين من اليوم، لذلك سألتقي فريق الصقور لأخذ لقاء من نجمهم المحبوب مراد. ماذا هناك؟ ها؟ فلنبدأ. إنهم مزعجون جدا. دعنا من هذا الهراء، لنبدأ في الحال. هل أنت مستعد؟ مستعد. واحد، اثنان، توقف. من تلك؟ أليست هذه؟ إنها أروى من فريق الصقور. دع منافسته لي، أتمانع؟ لا داعي لأن تقلقي لأجله يا أروى. حسناً، لما لا أهلك ذلك؟ مرحباً، هل لديك مانع إن كنت منافستك؟ لا يهمني ذلك أبداً، لأنني سأفوز على كل حال. عجباً عجباً، كم أنت واثق بنفسك. حسناً، دعنا نبدأ اللعب. رواد! رواد! إن رواد محظوظ جداً، أتيح له اللعب أمام كل هذا الجمهور من مشجعيه، صحيح؟ لما هو مشهور كل هذه الشهرة؟ ذلك لأن في فريقكم لاعبة مميزة مثلي. ها؟ لاعبة مميزة في فريقنا؟ أين هي؟ أين هي؟ ليس صحيحاً، بل لدينا نصف لاعبة وحسب. كيف تجرؤان؟ باور توب بليت. واحد، اثنان، انطلاق. ألعاب تحد جديدة قادمة، مقابض هجوم قوية تعطي دورانا مثيرا. التقط التوب بليت مستخدما لوحة الهجوم، وضعها في ساحة المعركة لتزيد متعة النزال. باور توب بليت. المعذرة، لدي موعد لا أستطيع أن ألغيه. ماذا قلت؟ إلى أين تذهب؟ أنت المدرب الأساسي للفريق، كيف وضع فريق الصقور؟ ما الحال لو خسر المباراة؟ لست قلقاً بسبب المباراة، فمستحيل أن يخسر فريق الصقور أمام هؤلاء المبتدئين، ولا سيما أن أروى من يلعب الآن. ستنتهي المباراة عما قريب. واثق بذلك أيضاً. هل أنت مستعد؟ بالتأكيد. واحد، اثنان، انطلاق. القرش المفترس. أجل، التحدي وجها لوجه يعجبني هذا. العقرب السام، درع اللهب. لعبهما رائع جدا. هذا ممتع، يبدو أنها ستكون مباراة مثيرة حقا. تدهش هذه المباراة الجمهور. من ذاك اللاعب الذي يلعب ضد فريق الصقور؟ ترى ألم تشعر أروى بخطر يحدق بها من قبل؟ من هؤلاء اللاعبون الغامضون الذين يلعبون ضد فريق الصقور؟ هناك أسئلة كثيرة. مرحبا، نحن نصور، لا تقف أمام الكاميرا يا فتى.
هنا. لا تقولي فتى، أنا قائد الفريق يا آنسة. حقا؟ هل عرفتنا أعضاء الفريق؟ حاضر، يتألف فريقنا من لاعبين تم اختيارهم بعد القيام بمنافسة صعبة جدا. منافسة صعبة جدا؟ استطعنا جمع 5 لاعبين بصعوبة. هؤلاء اللاعبون تم اختيارهم بعد فحص دقيق. ليس صحيحا، لم تتم الموافقة عليهم فريقا رسميا. ما الذي تقصدينه؟ هناك شروط لذلك، عليهم أن يهزموا فريق الصقور القوي أولا. يعلم جميعنا أن هذا مستحيل. بل نحن سنفوز في هذه المباراة، سنذهب إلى البطولة ونفوز بها أيضا. أعطني هذا من يدك. ها هي دي ضربة ذيل العقرب الخاصة بأرواح. حافات العقرب السام مسننة مثل المنشار، يقوم العقرب السام بتجنب الهجمات ومن ثم يضغط على الخصم بمسنناته. هذه الضربة كقرصة العقرب. هل ترى؟ لاعب رواد مذهل مع أنه لم يظهر ما لديه. ما الذي تفعلينه؟ رواد، ألم تلحظ أنني تهاونت كثيرا؟ تهاونت؟ لا تختلق المسوغات لأنك سوف تخسرين. ماذا؟ هل تظن أنني سأخسر؟ هذا شيء أكيد. الضربة المندفعة. أنا آسفة، لن أتهاون أبدا. بلبلها سريع جدا، ولهذا لن يستطيع الفوز إن تلقى ضربة كبيرة منها. سيدي المدير، لا تقل إنك تريد الفوز لرواد وفريقه. بالتأكيد لا لا. يجب ألا يتعرض لمسنناتها، لن تستطيع الفوز بمواجهتها وجها لوجه. إذا تريدين اللعب بهذه الطريقة كما تريدين. القرش المفترس، الضربة المندفعة. صحيح أنك لاعب قديم، لكنني أظنك جاهلا، لن يجدي هذا النوع من الهجوم. القرش المفترس، ضربة المد والجزر. رواد، هل ستقوم بذلك حقاً؟ أتظن أنك تستطيع مهاجمتي من الأسفل وقلب بلبلي؟ لا أظن أن هذا سيكون سهلاً أبداً. لا، مستحيل، الجزء العلوي من القرش المفترس غير محصن، إنها المنطقة المفضلة للعقرب السام. العقرب السام، ضربة الذيل. احذر، لا تقترب منها. لقد فات الأوان. اقفز أيها القرش المفترس. لا أصدق عيني. أحسنت يا رواد، رائع، فزت يا رواد. لقد هزم أروى أخيرا. ماذا حدث؟ أنا لا أصدق عيني. نجحت خطته معها، أظهر لها أنه غير محصن بهدف أن يقلب الأدوار لحظة المواجهة، ثم يستخدم مهارة عادية ليتغلب عليها. كما يقال تماما، الحرب خدعة، وهذا ما قام به رواد، إنه لاعب فذ. ليس عدلا، لنعيد اللعبة في الحال، لقد تهاونت كثيرا. أهذا ممكن؟ من هذا؟ مراد، اللاعب الأقوى في الصقور. اللاعب الأقوى؟ شكرا لأنك جعلتني أضحك. لا أصدق أنك خسرت أمام ضعفاء. نحن ضعفاء؟ في الحقيقة لقد تساهلت كثيرا. لا أريد سماع المسوغات. من اللاعب التالي؟ ليحذر الاقتراب لأنني سأحطمه. سأعقد معك اتفاقا. أصمت، لقد خسرت أمامي الآن. أنا اللاعب التالي، اسمي سليم عنتر، مرحبا.
ما الذي أتى بك إلى هنا؟ مررت لأخذ منك بعض النصائح في شأن بطولة البلابل. تريد نصائح أم أنك أتيت لترى حال الفريق؟ فريق الصقور مرشح للفوز، فلما كل هذا التوتر؟ ليس توتراً بل من باب الحيطة. كيف حال مراد الآن؟ لقد سمعت أنه أقوى من السنة الماضية. سمعت أن النوارس أقوى من السنة الماضية أيضاً. أنت جاد؟ يسعدني سماع ذلك حقاً. أيها المدرب، لقد خسرت أروى الجولة. ماذا قلت؟ خسرت أروى؟ أجل، لقد تهاونت في اللعب. حسناً، من يلعب في الجولة الخامسة الآن؟ مراد هو من يلعب الآن. قلت مراد من يلعب؟ يلعب مراد في البطولات الوطنية منذ كان في الصف الثاني الابتدائي. فاز في 128 مباراة من 128 مباراة. هذه بعض المعلومات، ليس هناك مزيد، إنه نجم النجوم. النتيجة بيننا هي التعادل، نحتاج إلى نقطة كي نصير فريقاً رسمياً. هل تظن نفسك نجم الفريق؟ سأشجع سليم، أنا لا أحب تامر. أحبك يا سليم، أحبك. سوف أبذل كل جهدي لأفوز في المباراة من أجل أن نصير فريقاً رسمياً. سنفوز. يا سلام، أشعر بأنني في حلم وردي طويل جداً. ماذا أصاب هذا الجمهور؟ كان يهتف من أجلنا قبل قليل. ما رأيك أن نمرح قليلاً؟ نمرح؟ تريد أن تمرح معي؟ سترى أي خسارة فادحة تنتظرك. واحد، اثنان، انطلاق. أسرعت ما فيه الكفاية لتشن الهجوم. حسناً، أريه ما لديك أيها الذئب الضاري. النجم الثنائي. هذا ممتع حقاً. هيا يا مراد، هيا هيا. أرى مستواً عالياً من اللعب هذه المرة. اللاعب المحترف من يستطيع تنفيذ هجوم النجم الثنائي. أسرع في القضاء عليه يا مراد، هذا الرجل هنا ليكشف مدى قوتك. هذا رائع، إنها مهارة لطيفة. انتبه على بلبلك، فلا وقت للإطراء الآن. الذئب الضاري، ضربة البرق. قوي حقاً، لم أرى مهارة لطيفة كهذه. ماذا به؟ لماذا هو سعيد هكذا؟ حان دوري الآن. النمر الناري، العضة الملتهبة. الذئب الضاري، العاصفة المضيئة. ترى ما الذي أراه؟ إنه هجوم موجة صوتية قوي جداً، إنه يتحكم في الهواء. هكذا إذن، علمت الآن لما يسمون بلبله الذئب الضاري. هذا مدهش. الذئب الضاري، ضربة البرق. النمر الناري، هجوم القفزة. ماذا أصاب النمر الناري؟ هذا غريب، إن النمر الناري لا يسمعني. لماذا؟ هذه مشكلة. ابذل جهدك يا سليم. هذا رائع حقاً، تقدموا يا فريق الصقور. إنه أفضل لاعب، إنه قوي الأداء ومتعدد المهارات. لا تسقط أيها النمر الناري. لقد فاجأتني، ظننتك أفضل من ذلك. يجب أن أنهي اللعبة الآن. الذئب الضاري، عاصفة الرعد. اقضي عليه. توخى الحذر يا سليم، لن تهزم بهذه السهولة أيها النمر الناري. ماذا أصاب؟ النمر الناري. ها؟
لا أصدق، كيف صار سريعاً؟ إنها الطاقة العمياء. حسناً، حان وقت الهجوم الآن. النمر الناري، النار النولبية. سأريك العاصفة الرعدية الحقيقية. الذئب الضاري عاصفة الرعد. هجوم! يفوز لو أن سقوطه تأخر قليلاً وحسب. أحسنت صنعاً، تابع يا سليم. كان هذا ممتعاً، لم ألعب بهذه المتعة من قبل. هاي مراد، دعنا نلعب ثانية. أعدك أنني سأهزمك في المرة الثانية. أنت ستهزمني؟ إنه هدية لك. ماذا بك؟ هل استسلمت؟ دعنا نعد هذه التجربة. أنا لا أستسلم. انظر إلى بلبلي أولاً. ليس بلبلاً معدنياً، لقد قاتل ببلبل من البلاستيك. إنه من البلاستيك. كنت أكتشف مستوى اللعب لا أكثر. لو واجهتك ببلبل كبلبلك لما كنت ستصمد دقيقة. إنه مصنوع من البلاستيك وثلث وزنه من المعدن. اللاعب مراد. هاي، أتظن نفسك أقوى منا يا هذا؟ تعال وواجهني إن كنت رجلاً. انتظر يا بسام، أنسيت أنك عار على فريقنا؟ لا شك أنها كذلك. الطاقة العمياء. الطاقة العمياء. عاد النمر الناري إلى الساحة من جديد. النمر الناري والطاقة العمياء، إنهما سليم. مع وجود سليم سيكون اللعب أكثر متعة. أتعلم؟ على الأقل لم نخسر. صحيح أيها النمر الناري؟ سأهزمك في المرة القادمة يا مراد، انتظرني. انتهت مواجهة مراد بالتعادل، ولكنها لم تكن مواجهة سهلة. النتيجة تعادل، وشرط أخذ الموافقة أن نهزم فريق السقور. هل سيوافق المدير منصور على إقامة الفريق؟ لا تتفائلوا، سيكون فريقنا على المحك ثانية. من المدير الجديد الذي تتحدثون عنه؟ لا أصدق، لا أصدق. أنت؟ تابعونا في اللقاء القادم. المدرب الجديد ربما أنا. باور توب بليت. واحد، اثنان، انطلاق. ألعاب تحد جديدة قادمة، مقابض هجوم قوية تعطي دورانا مثيرا. التقط التوب بليت مستخدما لوحة الهجوم، وضعها في ساحة المعركة لتزيد متعة النزال. باور توب بليت. أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.